السلام عليكم متتبعي قناة لمسات مريم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. كنشكركم على التفاعل ديالكم اللي كان في آخر فيديو ديال جولة في مطبخي، فعدد كبير من المتتبعين عجبهم المطبخ الحمد لله، وكاين من الناس اللي عجبهم المطبخ ولكن جاهم شارجي بزاف قوة المعان اللي كنت معلقة في الحائط. فلهذا السبب درت هذا الفيديو باش نعاود تنظيم المطبخ من جديد، وهذا الشي بفضل الآراء والأفكار اللي لقيت في التعاليق ديالكم واللي حصلت على نتيجة مبهرة. فابقوا معايا تشوفوا الأشياء البسيطة باش نظمت بها هذا المطبخ. فأول حاجة زولت كاع المستلزمات المطبخ اللي كنت معلقة في السابق، وزولت الأشياء الموضوعة، وحيدت هذه المنظمة ديال البلاستيك باش تخوى هذه البلاصة، وباش نحط في بلاصته واحد المنظمه او البلاكار ديال البلاستيك اللي كان عندي في الحمام وما استغليتوش بزاف. فالفكره ديال واحد المتتبعه من الجزائر اللي كنشكرها بزاف على التعليق المفيد اللي كان عامر بالنصائح الذهبيه، فكنقول لك شكرا بزاف بزاف. ولقيت الحل باش نغطي مشكل الثقوب اللي في الحائط، فشريت من عند الدروغري هاد لي بوطون باش نخفي هاد الثقوب، الا بقات فكتشوه المنظر ديال المطبخ. وهادو بعض المشتريات اللي خديت من درب عمر، فهاد المنظمات التركية منتشرة في كل مكان وبثمن مناسب، ما كيتعداش 13 درهم، فبصراحة نفعوا بها الناس. ففيها منظمات اللي نقدروا نرتبوا بها الثلاجة، وفيها منظمات اللي نقدروا نحطوا فيها مواد تنظيف، ماشي كلهم شريتهم من درب عمر، فكاينين عندي منظمات من ايكيا ومن بيم، صراحة زوينين، كيخليو لي زيسباس باش نحطو اشياء اخرى وما تبقاش عندنا كركبة في لي بلاكار ديالنا. هاد المنظمات ضروري ننظفوهم في الاول قبل ما نحطوهم في البلاكار باش نتخلصوا من الغبار والشوائب اللي كيكونوا لاصقين فيهم. قطعت قطع من الرولو اللي سبق لي وريته لكم في المشتريات باش نغلفوا بهم الارضيه ديال البلاكار. نسيت في الصحون ديالنا الصغار بوحدهم والكبار بوحدهم. لاحظوا معايا عندي هنا 12 صحن ومازال عندي المكان باش نحط وحدين اخرين. وبالمنظمات ديال ايكيا كنقدروا نفرقوا زليف على الكيسان، وهكذا كيوفروا لينا المكان الكافي باش نحطوا حوايج اخرين، وكنحصلوا على تنظيم رائع للمواعن ديالنا. هاد المنظمة ديال بيم الخاصة بالدوست كننظم فيها الأنواع ديال الخبز اللي كيبقى ليا، صغيرة شوية مزيانة باش نقدر ندخلها الثلاجة. ضروري نستعملو فحال هاد الأكياس البلاستيكية الصحية، كتحافظ لينا على الخضر والفواكه لمدة طويلة بفضل هاد السدادة اللي كتكون فيها، ما كتخليش الهواء يدخل ليها بسهولة، كتكون بأحجام هذا اللي عندي الحجم الصغير.
ننصحكم ايضا بهذه المنظمة الزوينة، هناتني من كل مرة نقطع المعدنوس، من كل مرة نطحن مطيشة، بصراحة عملية بزاف وكتوفر الوقت باش نحضروا دغيا اشهل مأكولات. باشياء بسيطه نظمت الثلاجه ديالي. نصيحه، الخضر الا بغيتوا تبقى لكم مده طويله ضروري متغلفوها باكياس بلاستيكيه صحيه باش تستافدوا منها اكثر. وهذه هي المنظمه اللي كتعلق في الابواب ديال البلاكار، هي اللي هنتني من الاشياء اللي كنت معلقه. بصراحه كتنفع بزاف الناس اللي ما عندهمش ادراج في حالي، كنحطوا فيها اشياء صغيره باش ما نضيعوش الوقت في التقلب عليها. وهاد العلاقات اللي فيهم اللصاق حتى هما كيكونوا حل في تنظيم الاشياء الصغيره، لصقتهم في الباب ديال البلاكار باش نعلق فيهم هاد الشبيكات. وما نساوش ايضا مواد التنظيف، فحتى هما خصنا نعملوا لهم شي منظمه اللي تكون فحال هكذا باش ما تكونش عندنا كركبات تحت الحوض. بالنسبة للصابون الخاص بآلة غسل الأواني، حتى هو خاصنا نوضعوه في شي إناء، نخليه قريب لينا ونحطوه مع المواد الأخرى. إلا تفكرتوا في الفيديو السابق كنت قلت لكم عندي واحد الحائط ما عرفتش أشنو ندير فيه، فطحت لي فكرة رائعة باش ننظم السكاكين. بصراحة صدقت لي مزيان، كتسهل العمل في المطبخ بلا ما تبقاي تقلبي على السكاكين. هذا المغناطيس عملي بزاف بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف ظريف على قلبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. ما تنسونيش من لي لايك باش يوصل لعدد كبير من الناس، ومرحبا بالتعليق ديالكم، انا رهن الاشاره الى عندكم اي تساؤل. دمتم في رعايه الله وحفظه، شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.